الآن إلى أخبار كوب 28، ففيما يؤثر التغير المناخي على الكرة الأرضية بأسرها، تعاني دول ومجتمعات معينة من تداعياتها أكثر من غيرها. تدفع الشعوب الأصلية التي تعاني أساسا من مشاكل عدة تمييز داخل دولها، تدفع ثمنا لأثار التغير المناخي على حياتها. تكثر في هذا الإطار الجهود والمساعي لمواجهة هذه الأثار، من ضمنها ما تقوم به مؤسسة شبكة نساء وفتيات السكان الأصليين. ما هي أبرز التحديات في إطار التغير المناخي التي تواجه هذه المجتمعات، وما تداعيات هذه الظاهرة المناخية عليها، وكيف تواجهها؟ انضم إلينا الآن من دبي مؤسسة شبكة نساء وفتيات السكان الأصليين مونيكا ياتور. أهلا وسهلا بك. ما مشكلة السكان الأصليين مع التغير المناخي؟ لماذا هم يواجهون مشاكل ربما أكثر من غيرهم في هذا القطاع؟ شكرا جزيلا على استضافتي. مخاوف السكان الأصليين تقوم على عدد من العناصر، ومشاركتنا في مؤتمر المناخ 28 نحن نناقش ما نعتزم فعله، وكذلك نتشارك ما نفعله من أجل دعم السكان الأصليين في مارينغوا في كينيا وبلدان إفريقيا أخرى، ونعرف أن التغير المناخي يؤثر علينا. ونحن نتحدث، هناك سكان أصليون نزحوا بسبب الفيضانات، وهناك الكثير من المجاعة والجفاف التي دفعت سكان أصليين كثرا للنزوح إلى أماكن أخرى، وسنرى ما الذي سيفعلونه. هناك حكومات يجب أن تساعد، و الكوارث الطبيعية تؤثر على السكان الأصليين. طيب أنتم في هذه المؤسسة كيف تعملون، كيف تساعدون على مواجهة هذه التحديات، ولماذا يعني الشبكة يعني مقصورة على النساء والفتيات، يعني فيمينست بهذا الشكل؟ هذه الشبكة ليست فقط للنساء، وإنما أيضا نحن نعمل مع الرجال كذلك، لأنه في عدد من التجمعات السكانية نعرف أن أكثر المتضررين بالتغير المناخي هم النساء والفتيات، وعندما تحدث موجات الجفاف والفيضان الرجال يذهبون للرعي وقد يبقون هناك 3 أشهر 5 أشهر، وبالتالي من يظل في الأماكن التي تأوي السكان الأصليين هم النساء والفتيات. ولذلك نحن سمينا هذه المنظمة منظمة النساء والفتيات، ونحن نحاول أن نجلب بدائل من أجل التغلب على المجاعة، وكذلك نحاول تقديم المساعدة لكل السكان من أجل أن يكون هناك عدد من الأنشطة للتغلب على الجوع، وكذلك نريد أن نساعد هؤلاء على التكيف وعلى التغلب على الإكراهات. وإذا نظرنا إلى أثر التغير المناخي فإن هناك العديد من الفتيات التي يحتاجن إلى أن يتعلمن كيف يتكيفن، لأن التغير المناخي يؤثر على الفتيات كثيرا في الجهة التي أعيش فيها. وبطبيعة الحال في كينيا هناك حرص على أن يكون هناك تمكين للفتيات بدلا من اللجوء إلى تزويجهن، كما تقول بعض الصور النمطية الذكورية في مجتمعات كينيا وإفريقيا. طيب الآن في أفريقيا، في كينيا، في هذه الدول، هناك في كوب 28 صندوق يعني سيساعد الدول التي هي بحاجة إلى مساعدات مالية من أجل التغلب على مشكلة التغير المناخي. هل تستطيعون ضمان
حصة السكان الأصليين داخل هذه الدول من خلال المشاركة في هذا المؤتمر، أم أنتم عليكم التفاوض والحديث مع الحكومات في هذه الدول مباشرة، الحكومات التي تحكم هؤلاء السكان الأصليين في المناطق المعنيين أنتم فيها؟ أود أن أخبرك أن هناك عددا من الجهات أبدت استعدادها لتقديم المساعدة، وأنا سعيدة بأنه جرى الحديث عن السياسات الدامجة للسكان الأصليين وكذلك مبادرات حكومية تريد تقديم يد العون. وأود أن أقول أيضا إن هناك حاجة لضمان الأمن الغذائي وأن يكون هناك تخفيف آثار النزوح بسبب الكوارث الطبيعية، وهناك من يريد أن يكون هناك تمكين وكذلك تخفيف لآثار التغير المناخي وخصوصا في صف السكان الأصليين، كما يجب التكيف مع هذه المظاهر والأشكال التغير المناخي عبر التنسيق مع الحكومات، وذلك من أجل إنجاح الانتقال المناخي. لا يمكن أن نتحدث عن العمل المناخي في حين أن الهدف التنموي المستدام الأول والثاني ما يزال غير محقق. وبالنسبة إلينا علينا أن نسرع وتيرة العمل والتقدم في الأمن الغذائي تحديدا. واضح واضح سيدة مونيكا ياتور، أشكرك أشكرك شكرا جزيلا ضيفتي من دبي مؤسسة شبكة نساء وفتيات السكان الأصليين.